عندما يرتبط الشيء بالديانة يتطور سريعاً، عشان كذا هم قدموا تفاصيل أكثر في مقابرهم أكثر من حياتهم اليومية. النسر حامي حما جبال الشرى في جنوب البتراء، كان لهم جيشين مهمة ولم ينقطعون، يعني كان عندهم انفتاح حضاري جميل على العالم الآخر. إحنا الآن في واحد من أهم الأماكن اللي كانت سبب تواجد حضارة الأنباط في المكان. تفاصيل أمة سادت ثم بعد. موقع الحجر واحد من المواقع الملهمة. تفاصيل جباله، كثبان الرملية اللي موجودة فيه تعطي انطباع للإنسان بوجود حضارة جميلة جدا. تفاصيل أمة يعني سادت ثم بعد. يتميز موقع الحجر التاريخي بأنه أول موقع مهم في السعودية دخل اليونسكو، ارتبط بالهوية الوطنية، ارتبط بالهوية السعودية، حتى الأشكال اللي موجودة، الجبال والنحت والأمم اللي عاشت فيه. التواجد البشري في هذا الموقع يعود إلى 1000 قبل الميلاد، 2000 قبل الميلاد، ما يقارب 5000 سنة من الآن تقريبا. هذا الموقع تحديداً يعود إلى تاريخ مملكة الأنباط بعد احتلال الرومان للأنباط في عاصمتهم الأولى البتراء. اتجهوا الأنباط إلى تأسيس العاصمة الثانية في مدينة الحجر على أمل استعادة القوة ثم العودة لإعادة الحكم والأمجاد في مدينة سلع التاريخية التي تطلق عليها مدينة البتراء الحالية. دخلوا هذا الموقع تحديداً في بداية القرن الأول قبل الميلاد، وانطلقت الحضارة بمفهوم جديد على جنوب الجزيرة العربية مع الممالك العربية. يوجد في موقع الحجر التاريخي مجموعة من النقاط المثيرة بالنسبة للأثريين، لعلك أحياناً تتفاجأ للوهلة الأولى بجبل أو كتلة صخرية كبيرة ملقية في أحد أماكن موقع الحجر، تتفاجأ بأن هذه الصخرة كان لها دور كبير، مثل مثلاً موقع معبد العجوز الشهير، وهو واحد من أهم المواقع الأثرية الموجودة في مدينة الحجر. هذا المعبد أعطانا انطباع مهم جداً عن تاريخ الأنباط وثقافتهم الدينية ومدى تمسكهم بالقيم الثقافية اللي كانوا ينتمون إليها.
كذلك من الميزات اللي تميز حضارة الأنباط تواجد السياسي لهم في المنطقة. الأنباط شكلوا طابع مهم في طريق تجارة التوابل والبخور في شمال غرب الجزيرة العربية، أدوا إلى تشكيل الطريق التجاري وربط الحضارات الشمالية بالجنوبية، مما أدى ذلك إلى ازدهار الاقتصاد سواء في الجنوب أو في الشمال. كما كان لهم دور سياسي وعسكري في هذه المنطقة، كان لهم جيشين مهمة. الجيش الأول كان يعطي تكنيك الافتتاح والفتوحات الخاصة بالدولة، والجيش الثاني كان لحماية القوافل التجارية اللي كانت تأتي من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب، ولم ينقطعون. يعني كان عندهم انفتاح حضاري جميل على العالم الآخر، سواء دياني أو ثقافي أو تجاري في نفس الوقت. اليوم أنا كأثاري حاب أني أعرف مجموعة من الأسرار الخاصة بهذه الحضارة واتصالها بالحضارات الأخرى، كذلك معرفة المشهد السياسي الخاص بهذه الحضارة تحديدا، وعالمهم الفني وعالمهم الديني والثقافي والاجتماعي كذلك. احنا الان في واحد من اهم الاماكن اللي كانت سبب تواجد حضارة الانباط في المكان، وهو المياه او اكتشاف المياه وحفر الابار. هناك العديد من الممالك العربية في جزيرة العرب سمت باسماء قبائل او عوائل حاكمة في تلك الممالك، والعلب من اغلبها مملكة كندة في الجنوب، وكذلك مملكة لحيان ودادان، نسبت للعوائل المالكة او للقبائل التي تنتمي لها تلك المملكة. ولكن الانباط يختلفون لأنهم لديهم تكنيك مهم جداً، وهو استنباط المياه، ولذلك أغلب العلماء يرى أنهم سموا أنباطاً بحكم استنباطهم للمياه أو اكتشافهم للمياه، وكذلك تكنيك القنوات المائية بشكل مباشر وأقوى. إحنا الآن نقف أمام أحد الآبار المكتشفة، وفي هذا الموقع تحديداً اكتشف علماء الآثار أكثر من 136 بئر، وهذا دليل على كثافة مائية. كذلك اكتشف من خلال التنقيبات الأثرية اللي موجودة بعض أنواع النباتات اللي تم زراعتها في هذا المكان، ولعل من أهمها نبتة القطن، ونبتة القطن تحتاج إلى مياه أكثر، فبالتالي يعطينا دليل مهم جداً أن هذا المكان كان غني جداً بالمياه. نحن الآن في المنطقة السكنية، والمنطقة السكنية تتوسط الموقع تقريباً في سهل فسيح تحيط بها الجبال من جميع النواحي، من جهة الشرق ومن جهة الغرب ومن جهة الجنوب، وتقل كلما اتجهنا شمالا. والمنطقة كانت محاطة بسور من اللبن، للسوري بوابات أحدها تم الكشف عنها في المنطقة الجنوبية، وداخل هذا السور توجد المدينة السكنية والنسيج العمراني للمدينة. وما تم التنقيب فيه أكثر ما اكتشف هو عبارة عن وحدات سكنية، وتم توصل إلى ذلك عن طريق المعثورات التي وجدناها، وكان جلها عبارة عن أواني تستخدم في الحياة اليومية، مثل أواني الطبخ، وأواني أيضاً أواني تستخدم في الزينة، مثل يعني أساور، مثل أيضاً أدوات حاجية، لها دلالات اجتماعية أكثر. نعم دكتور ضيف الله، طرح نظرية مهمة جداً بأن البناء الثقافي أو البناء المعماري لدى الأنباط أقل جودة من بناءة المقابر، وهذا يدل بأن الأنباط يهتمون بالحياة الأخروية أكثر من الحياة الدنيوية. عندما يرتبط الشيء بالديانة يتطور سريعاً أو يأخذ منحى آخر. الفن عندما ارتبط بالديانة أصبح يعني شيء مهم جداً في حياتهم، عشان كذا هم قدموا تفاصيل أكثر في مقابرهم أكثر من حياتهم اليومية. بالتأكيد طبعاً الديانة كانت ولا تزال يعني تعني الكثير في حياة الشعوب، فأكيد أنها كانت مؤثرة جداً فعلاً في حياة الأنباط. زي ما نعرف أنه مجموعة من الحضارات العربية القديمة الموجودة في جزيرة العرب كان لها ارتباطات دينية أو ثقافات دينية كثير، بل أن هذه الثقافات ارتبطت بأشياء مهمة جداً في حياتهم اليومية. نحن الآن في جبل إثلب الشهير، والجبل هذا هو أحد أهم المقدسات المهمة لدى حضارة الأنباط بعد اكتشاف هذا الديوان. هذا الديوان هو عبارة عن معبد كانت تؤدى فيه الطقوس الدينية لهذا المجتمع المحلي. بجانب هذا الديوان مباشرة منطقة السيق، ومنطقة السيق عادة يوجد فيها مجموعة من المحاريب الدينية اللي ترمز لأهم الآلهة لدى الأنباط في تلك الحقبة، الذي يسمى ذو الشرع،
وهو الإله الرئيس لدولة الأنباط أو مملكة الأنباط في الحجر. من ضمن المهاريب الموجودة في السيق، هذا المحراب يحوي الرمز الشهير للإله ذو الشرى، الرمز المهم للإله الرئيس في حضارة الأنباط، وهو النسر حامي حما جبال الشرى في جنوب البتراء. بمقابل هذا المحراب تماماً نجد أنه يوجد المحراب الشهير والرمز الشهير للاتة والعزة ومناة الثالثة الأخرى. يعني أنا أتصور أنهم شعب منفتح، شعب متطور جداً، يعني مثل الشعوب المتقدمة في العالم الحالي أو في العالم الحديث، حيث أنهم منفتحين على استقبال كل الديانات الأجنبية، كل الديانات الأخرى التي لا تنم إلى حضارتهم بشيء. في حالة عدم اعترافك بالإله الرئيس لدى الأنباط، تستطيع عبادة الثالوث الإلهي الشهير لدى الممالك العربية الموجودة في جزيرة العرب. كذلك منفتحين على تصوير وتأصيل كثير من الرمزيات المتداخلة، سواء الرومانية والمصرية. فالأنباط أنا أعتقد أنه شعب متحضر، شعب متقدم ثقافياً وفكرياً وسياسياً. في هذا المكان تم اكتشاف أهم مزار لدى الأنباط، الجبل الديني اللي هو جبال أثلب، وهو يحوي مجموعة من الجدران العريضة والتي تعطي انطباع مهم جداً وكبير في هذا المعبد لكل مرتادينا، بالإضافة إلى وجود درج يصعد بهم إلى منطقة قدس الأقداس التي تقدم فيها القرابين للإله الرئيس ذو الشرى. إحنا الآن في أحد أهم المناطق لتجميع مياه المقدسة، وهي مياه الأمطار في منطقة الجبل المقدس، وهذه المياه يتم تجميعها من خلال قنوات مميزة تميز في صناعتها الأنباط في جبل إثلب، بحيث يتم نقل هذه المياه والتطهر بها قبل الدخول للمعبد وأداء الصلوات المفروضة لديهم. إحنا نصل إلى نقطة مهمة جداً، والتي تدل على أن العرب القدامى لم يعبدون أصنام ولا أوثان، ولكن عبدوا رمزيات تدل على الآلهة، وهي الثالوث الإلهي الشمس والقمر والنجم. إحنا الآن في منطقة مميزة من المنطقة السكنية. إذا كان لدينا في منطقة جبل أثلب منطقة دينية، فأيضاً هنا لدينا في المنطقة السكنية منطقة دينية متميزة، وأيضاً استخدمت هذه المنطقة ثم استخدم أعلى الجبل لإقامة نوع من المعبد في الهواء المفتوح، وهو معبد جميل المنظر، وإن شاء الله حتستمتع لما نطلع وتشوفها من الأعلى. انتبه بس دكتور، الظهر مكان خطير شوي. أي والله. حدثني أكثر عن المنطقة السكنية، وش النتائج اللي أعطتنا انطباع مهم جداً عن حياة الأنباط اليومية، عن حياتهم الدينية الثقافية؟ المنطقة السكنية هي منطقة مهمة جداً داخل الموقع، وهي ممكن كانت الأقل اهتماماً من قبل من زاروا الموقع من الرحالة القدماء، بحكم أنها كانت مغطاة بالرمال تماماً، لم يبدأ فيها العمل والحفريات الأثرية إلا في عام 1986 ميلادي، عندما أطلقت الإدارة العامة للآثار والمتاحف أولى حفرياتها في المنطقة في الجزء الذي أمامنا تقريباً مباشرة. تم الكشف فيه عن مرحلتين سكنيتين، المرحلة الأقدم ممكن في القرن الأول قبل الميلاد، ثم تلتها مرحلة أحدث في القرن الأول الميلاد. المساحة المحصورة داخل هذه المنطقة تبلغ حوالي 600 ألف متر مربع. نعتقد أنه سكن في هذه المنطقة حوالي 10,000 إلى 15,000 ساكن، وربما كان هناك أيضاً أعداد أكبر تعيش داخل نطاق الحجر وخارج سور المدينة سكن. كثير من الناس يتساءل، هل المكان هو مدائن صالح المذكورة في القرآن الكريم؟ هل المكان هو مكان قوم ثمود؟ طبعاً في البداية نوضح حقيقة أنه تاريخ ثمود يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد في رأي أكثر المؤرخين، وتاريخنا هنا في الموقع يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي أيضاً. هذا يعني لدينا فرق حوالي 3,000 عام أو 2,900 عام. في الحفائر هذه في المنطقة واحد في شمال الموقع وجدنا أجزاء من إناء فخاري قد تعود بالمقارنة إلى 1200 قبل الميلاد، فهذا يرجع بالزمن كثيراً إلى الوراء. بدأنا نقترب شيئاً فشيئاً إلى فترة ثمود. أيضاً لدينا دليل آخر يأتي من
جبل الخريمات الأعلى، وجد فيه أيضا نوع آخر من المقابر تختلف عن هذه المقابر الجميلة، هذه مقابر أشبه بالمقابر الركامية. بعد تحليل كربون 14 على عينات من العظام التي وجدت داخل المقبرة، وجدت أنها تعود إلى 1000 قبل الميلاد، فهذا تاريخ يتماشى مع تاريخ قوم ثمود، لكن إلى الآن ليس بأيدينا دليل يعني نستطيع الاستناد إليه، دليل قاطع ممكن أن نقول هذا ثمود وهذا الأنباط. الحفائر في أولها، ولعل في مستقبل الأيام توجد دلائل أثرية توضح الأمر أكثر فأكثر. مدائن صالح، من هو صالح هذا الرجل اللي كثير من الناس يعتقدون أن النبي صالح عليه السلام؟ طبعا هو الموقع معروف، ذكر في القرآن الكريم أصحاب الحجر، وذكر أيضا في المصادر التاريخية في كتب الرحال المبكرين المسلمين بالحجر. وذكر عندنا أحد الكتاب المؤرخين البرزالي، ذكر أن صالح المنسوبة إليه من بني العباس ابن عبد المطلب، وأنه قد عاش في القرن السابع الهجري. فمعنى هذا أن التسمية هذه أتت حوالي القرن السابع الهجري، وصالح ليس المقصود به النبي صالح عليه السلام، إنما صالح من بني العباس. الدكتور ضيف الله الطلحي واحد من أهم الأثريين في المملكة العربية السعودية، هذا الرجل العظيم علمنا منه أشياء كثيرة في حياتنا الأثرية، هو واحد من أبرز الشخصيات السعودية اللي عملت طويلاً في موقع الحجر. ضيف الله الطلحي كان يرأس فريق الأبحاث في وكالة الآثار في أكثر من تقريباً 16 أو 17 سنة في ميدان الحجر. حقيقة الأمر هذا المنتج منتج فريق متكامل وأعمال متتابعة. أول من بدأ الحفائر في هذا الموقع هو أستاذنا الأستاذ محمد إبراهيم، وكنا يعني حديثين التخرج ونفتقر إلى الخبرة الكبيرة، وكان يعني الأستاذ محمد يوجهنا ويعني نستفيد من خبرته الكبيرة. بعد ذلك استمرينا في الموقع، ثم أتت البعثة السعودية الفرنسية وعملت لسنوات طويلة وأنتجت نتائج ممتازة جدا، كان عمل جميل ومتناغم، مشاركة بين الباحثين السعوديين والباحثين الفرنسيين، نتج عن هذه الأعمال يعني الجميلة، وخاصة المنطقة هذه معظمها عملت من أعمال البعثة السعودية الفرنسية، ونعتقد أنها منطقة ذات صبغة وطابع ديني. يعتقد الكثير أنه الاكتشافات الظاهرة واللي حصلنا عليها الآن هي نفس الأشياء اللي موجودة في المواقع الأثرية، بس إحنا بشكل يومي نتفاجأ بظهور بعض الأشياء اللي ممكن ما انتبهنا لها في البداية ولا حصلنا عليها. يعني الآن أنا متجه إلى مباشرة بلاغ من الزملاء في إدارة المواقع الأثرية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجدوا مجموعة من العظام يشكون أنها عظام بشرية قريبة من إحدى المقابر المهمة في مدينة الحجر. الآن الزملاء الأثريين موجودين هناك، وأنا بحكم أني أنا متخصص في مجال العظام البشرية، متوجهين إن شاء الله للموقع للتأكد في نفس الوقت للتعامل مع هذه الأشياء. هلا أبو طلحة، حياك الله. جانا بلاغ قبل شوي من إدارة المواقع الأثرية في الموقع، وزميلنا مش الله يطيل العافية أعطانا بلاغ للموقع هنا في ظهور أجزاء متناثرة من العظام، فطلعنا عليها ووثقناها في تصوير العام. نبي ننزل نشوفها الحين في الموقع. خلنا نروح نشوفها. غريب تواجد هالأجزاء العظام اللي ما حصلناها هنا يا أبو طلال، لو تشوف هنا متناثرة بشكل كبير، تواجدها هنا جدا جدا غريب. بعد مباشرة الحدث في الموقع وجدنا مجموعة من العظام التي تدل على وجود عظام بشرية في الموقع ظاهرة على السطح. عند البحث عن الأسباب وجدنا أن مياه السيول والجارية على الأرض أدت إلى انجراف هذه العظام إلى موقع معين. الآن إحنا في صدد انتشال هذه العظام وتحويلها إلى المختبرات العلمية في الهيئة الملكية لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه العظام، واللي قد نستفيد منها على معرفة أهمية الموقع المجاور لهذه العظام في نفس المنطقة التي تحيط بها، ومعرفة تفاصيل وأسباب وفيات هذه الهياكل العظمية، ومعرفة تفاصيل التحليل C14 اللي هو كربون 14.
الكثير يعتقد أن مدينة الحجر أو موقع الحجر والأنباط كانوا يدفنون فقط في الجبال، فقد يعني يظهر مجموعة من المقابر على أسطح الأرض أو على سطح الأرض بدون تواجد للواجهات الحجرية. من كذا لازم نصنف العظام وندرسها ونعرف إذا كان لها ارتباط مع بعض. العظام هي واحد من المؤشرات اللي قد تسوقنا إلى طقس جنائزي جديد في هذا الموقع، نتأمل أن نحصل عليه في القريب العاجل إن شاء الله. الكثير من الأشخاص يعتقد أن الدور المهم للأثريين يقتصر على استخراج الآثار في المواقع الأثرية. حقيقة مع تقدم العلوم الآن وصلنا إلى مرحلة في أهم التجارب اللي قامت بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا في موقع الحجر التاريخي في إعادة التصور لأحد الجماجم والهياكل العظمية الموجودة في الواجهات النبطية. طبعاً اليوم نتحدث عن مشروع إعادة تشكيل بناء الوجه النبطي للسيدة النبطية هينة بنت وهب، وهو مشروع ترعاه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشراكة ودعم مع الخبراء السعوديين والخبراء الدوليين، وهو مشروع لمحاولة إعادة تخيل أحد الأوجه النبطية ليكون وجه حقيقي ويمكن للشخص أن يتخيله. هينة بنت وهب هي أحد السيدات النبطيات التي تم الكشف عن هيكلها العظمي في المدفن في أحد مدافن الجبل الأحمر في الحجر في حدود العام 2015 من قبل المشروع السعودي الفرنسي للتنقيبات الأثرية في الحجر. ويعود تاريخ الهيكل العظمي تقريبا إلى حدود العام 60 أو 61 بعد الميلاد. في هذا المدفن تحديدا تم الكشف عن قرابة 80 هيكل عظمي، وهذا المدفن يعود للسيدة هينة بنت وهب، حيث يذكر النقش على هذا المدفن أن هذا القبر وهذا المدفن تملكه هينة بنت وهب. هذا يعطينا انطباع أن هينة بنت وهب ربما أنها من السيدات النبطيات ذات القيمة العالية في المجتمع. لا يمكن القطع أن السيدة هذه كانت ملكة أو امرأة لملك، ولكنها سيدة كانت على درجة عالية أو من الطبقة العالية في المجتمع النبطي. دكتور عبد الرحمن السحيباني شخصية تمثل مستقبل الآثار في المملكة العربية السعودية، الشخصية المنفتحة على الأفكار والعلوم الأخرى، الانتقال إلى عالم التقنية الحديث في مجال الآثار. دائماً ما يبهرني في أفكاره المميزة في تطوير علم الآثار من خلال التسارع الحديث في التقنية والعلوم. هذا المشروع لإعادة تخيل وجه السيدة هينة بنت وهب بدأ أذكر في حدود العام 2019 وتحديداً في شهر سبتمبر، وعقدنا ورشة عمل في لندن مع خبراء فرنسيين وبريطانيين وخبراء سعوديين. كانت الفكرة هي عقد الدمج ما بين علماء الآثار الفنانين علماء الطب الشرعي والمختصين في النحت وإعادة النمبجة. كانت الفكرة هي عقد ورشة عمل لجمع كل الآراء عن هذا عن سيدة هينة بنت وهب، وكيف يمكن لنا أن نخرج بمنتج بمثل هذا المنتج. واستعمتنا أيضا الأدلة المادية التي تم الكشف عنها في هذه الهيئة، حيث تم الكشف عن هيكل عظمي شبه متكامل وفي حالة جيدة. وأيضا كان برفقة هذا الهيكل العظمي من حسن الحظ كانت بعض الشعرات البسيطة من شعر هذا الهيكل العظمي، وأيضا بعض الأنسجة والقلائد والحلي حول هذا الهيكل. بالنسبة لهذه التقنية هي عنصر مهم جدا لنقل الصورة التي يراها الأثري في المواقع الأثرية للمتلقي بشكل مبسط وسهل. تعرف أخ سعيد أنه الأنباط لم يتركوا لنا على سبيل المثال تماثيل مثل التماثيل الإغريقية والرومانية يمكن من خلالها تخيل الإنسان أو شكل الإنسان. اليوم نحن نقوم بهذه المحاولة الجريئة. هذه المحاولة تثبت أن علم الآثار علم مرتبط بكافة العلوم، مرتبط بعلم الطب الشرعي، مرتبط بعلم الأنثروبولوجيا، اليوم أصبح مرتبط بالتقنية، تقنية في تحويل ما يكتشف في التنقيب إلى منتجات.